الحريري الذي قدم كامل الدعم. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: هيئة الإشراف على الانتخابات والكهرباء يحضران على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. لا الاختباء وراء ذرائع واهية حتى من دون أي مجهود لمعالجتها أو إلغائها. الراعي يدعو لإجراء الانتخابات الفرعية والعامة في مواعيدها. الجولة السادسة من أستانا انطلقت، وأنباء عن تفاهمات بضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: مخاطر تواجه الصين قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وفي الرياضة: الهومنت من وبيروت يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النصف النهائي من دورة حسام الدين الحريري الدولية. أهلا بكم. منذ نحو 12 تستمر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل عون لبحث جدول أعمال من 34 بندا، غير أن بنود طارئة طرحت على الجلسة من خارج جدول الأعمال، لا سيما موضوع تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. وننتقل مباشرة إلى بعبدة حيث مراسلتنا شهير دريس. شهير، تفضلي. رشا، فعلا حتى هذه الساعة أي 3 ساعات على بداية مجلس الوزراء لا تزال الجلسة منعقدة، لكن في هذه الأثناء يتم طرح وزير الطاقة لموضوع البواخر وكذلك ما حصل بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات. هناك يبدو خلاف كبير ونقاش كبير حول هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء منذ بدايته، أي بعد الكلام السياسي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكن حتى هذه الساعة، حتى أن موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات لم تطرح بعد، مع أن الرئيس الحريري قال أن الهيئة قد تشكل يوم وسيطرح هذا الموضوع بشكل كبير وواسع، لكن حتى هذه الساعة لم يتم إلا مناقشة موضوع البواخر والكهرباء، ويبدو أن البعض طرح موضوع التصويت في هذا الأمر، لكن هناك خلاف لا يزال حتى هذه الساعة على هذا الموضوع. موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات كان وزير الداخلية نهاد مشنوق سيطرحه، قال أكد الرئيس الحريري في بداية الجلسة على أن هذا الموضوع سيطرح اليوم، وبحسب المعلومات أن هناك لجنة وزارية ستشكل لهذا الموضوع، ستعقد اجتماعا عقب جلسة مجلس الوزراء في بعبدة. لكن العديد من المواضيع أيضا في السياسة طرحت في بداية الجلسة، إن كان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذين اجتمعا عند بداية هذه قبل بداية هذه الجلسة، حيث طرحت نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري إلى روسيا، ولا سيما في المجالات التي تم البحث فيها، إن كان الموضوع الاستثمار، إن كان موضوع الموضوع العسكري أي مساعدة الجيش اللبناني، وكذلك الموضوع الاقتصادي. في هذا الأمر جرى البحث في هذا الموضوع بين الطرفين، وكذلك طرح على طاولة مجلس الوزراء، إذ أكد الرئيس الحريري أن موسكو هي مستعدة للتعاون حول هذه المواضيع الثلاثة، إن كان اقتصادية، إن كان عسكرية أو سياحية. كما توقف أيضا الجانب الروسي عند الاستثمار في مجال الطاقة وأيضا التعاون في عدد من المجالات. الرئيس الحريري لفت إلى أن قيادة الجيش ستتولى التواصل بعد هذا الموضوع مع الجانب الروسي للبحث في هذه المسألة، وأعرب عن ارتياحه لنتائج هذه المحادثات. كذلك دعا الرئيس الحريري إلى العودة عن الخلافات التي كانت سائدة في مجالس الوزراء السابقة حول بعض المواضيع السياسية. كان الرئيس عون أيضا تحدث حول موضوع جرود معركة الجرود، أيضا عاد وفتح هذا الموضوع، وكذلك أثنى الرئيس الحريري على هذا الأمر. لكن الرئيس عون أكد أن التحقيق سيكون، الذي طبعا هو من دعا إليه، سيكون عسكري
عسكري ولا يستهدف أي من يعني الأطراف، وطبعا ما حصل يطمئن الشهداء، أهالي الشهداء، وأيضا إبعاد الحديث، طالب بإبعاد الحديث عن أي ثأر في هذا الأمر. طبعا الرئيس عون أيضا طرح نتائج لقاءاته خلال هذا الأسبوع، إن كان مع القطاع السياحي، إن كان في موضوع الطاقة، وأيضا في المواضيع الاستثمارية مع وفد من صندوق النقد الدولي. وهذه المواضيع جميعها طرحت في بداية الجلسة. علمنا أيضا أنه جرى هناك نقاش بين وزير الإعلام ملح مرياشي والوزير علي قانصو حول موضوع المخرج زياد الدويري، لكن أثنى الوزير الرياشي على هذا الموضوع وقال أنه يستأهل الجائزة وحضور هذا الفيلم القضية 23، لكن طبعا تحدث الوزير قانصو حول التطبيع مع إسرائيل وحول مسؤولية الدولة عن التحقيق مجددا في هذه القضية الحساسة برأيه. لكن يعني حتى هذه الساعة لم تطرح المواضيع التي كان أعلن عنها رئيس الجمهورية، إن كان موضوع النفايات أو كان موضوع الكسرات والمرامل، لكنه جرى الدعوة لوزير التربية مروان حميدي بأن يتم الحديث ومتابعة الاتصالات مع لجان الأهل والمدارس حول موضوع الأقساط المدرسية وضرورة عدم ارتفاعها بشكل كبير، إذ أعطى توجيهاته رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول هذا الأمر لوزير التربية. إذن لا نزال ننتظر موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات ونتائج ما يحصل في ملف الكهرباء. سنبقى معكم طبعا في المقررات لهذه الجلسة التي لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. رشا؟ نعم، مراسلة تلفزيون مستقبل شهير إدريس، شكرا لك. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا السياسيين إلى إجراء الانتخابات النيابية احتراما لقرارهم وللشعب وللدستور وعدم الاختباء وراء ذرائع واهية لإرضاء مصالحهم الشخصية. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى إجراء الانتخابات النيابية الفرعية حاليا والعامة في أيار المقبل للبدء ببناء الدولة. كلام الراعي جاء خلال عظة ألقاها بعد ترأسه قداسا لمناسبة عيد الصليب وتبريك تمثال القديس مار شربل في فرايا، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيير رافول، ممثلا كل من رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والنائب عم طلق بنصر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من النواب والوزراء وقادة أمنيين وعسكريين ورجال دين. في لبنان اليوم على كل مستوى، في الكنيسة، في المجتمع، وبخاصة على مستوى الجماعة السياسية، نتطلع إلى رجالات دولة مميزين بالتجرد والتفاني وعدم الانغماس في موجة الفساد العارمة، أحرار من ذواتهم ومصالحهم ومفعمين بمحبة الوطن وشعبه، خاضعين للدولة ومؤسساتها، لدستورها وقوانينها. طموحهم بناء دولة المؤسسات والقانون لا الفشل وافتعال النزاعات. طموحهم إجراء الانتخابات النيابية الفرعية حاليا والعامة في أيار المقبل احتراما لقرارهم وللشعب وللدستور، لا الاختباء وراء ذرائع واهية حتى من دون أي مجهود لمعالجتها أو إلغائها، لضمان استئثارهم بالسلطة ومنع وصول وجوه جديدة إلى المجلس النيابي. وتوقف البطريرك الراعي عند معاناة الشعب وهمومه وفقره، مطالبا المعنيين إيلاءهم الاهتمام المناسب. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا من جهته إلى إسقاط مبدأ البطاقة البيومترية واعتماد التسجيل المسبق، لأننا سنصل إلى النتيجة ذاتها لكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة. وفي بيان صادر عنه قال جعجع إن قانون الانتخاب لاحظ اعتماد البطاقة البيومترية على أساس أنها ستخول المواطن الاقتراع في مكان سكنه، لكن تبين من المناقشات التي أجريت داخل لجنة الانتخابات الوزارية أن هناك طريقة أفعل وهي التسجيل المسبق. عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهر اعتبر أن هناك أطرافا لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات ضمن القانون المطروح،
وفي مقابلة مع برنامج كلام بيروت أشار زهرة إلى أن القوات هي الوحيدة المستفيدة بأي قانون لأنها لم تأخذ حقها وحجمها الطبيعي بالتمثيل في الانتخابات السابقة. الرئيس بري لما بيحكي عن تقريب الموعد يوقف المزايدات اللي عم تحكي أنه إذا ما في بطاقة بدنا نعمل هلأ. نعم. تبين أنه ما حدا بده الانتخابات هلأ، والأهم ما يتبين أنه ما حدا بده إياها بوقتها. معقول؟ هيدي الأهم. في عندك كتير حكي بالصالونات، في كتير حكي بالصالونات وبالتحليلات أنه في بعض الأطراف لا مصلحة لها بإجراء انتخابات بهالحالة هيدي، لأنه هيدي خبرية نحن الكتلة الأكبر وفينا ندير البلد بتبطل ولا في لا بتبطل في واقعية. بالأساس قصة الدوائر والصوت التفضيلي هن لب الاتفاق اللي أنجز القانون، أي خروج عليهم هو ضرب للقانون. تتواصل زيارات الدعم للرئيس تمام سلام، ونائب بطرس حرب يدعو من المصيدبة لعدم تحويل الانتصار الذي حققه الجيش والدولة على الإرهاب إلى مادة جدل بين الناس. استغرب النائب بطرس حرب في هذا الجو المتخبط في فتح ملفات حول حقبات معينة كيفية طرح هذه الأمور، وكأن هناك انقلاب على ما كان أو كأن هناك شيء متناقض مع ما كان في الماضي. موقف حرب أعقب لقائه الرئيس تمام سلام للتشاور في كيفية مواجهة هذه المرحلة دون أن نحول الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على الإرهاب إلى مادة جدل بين الناس، ما يخفف من قيمة هذا الانتصار. تشاور مع دولته في وسيلة في كيفية المحافظة على روح الانتصار الكبير، وبالتالي كيفية المحافظة على دور المؤسسة العسكرية وعدم زج المؤسسة العسكرية أو استغلال المؤسسة العسكرية لغايات سياسية لا تفيد الوطن إطلاقا. وهذا كان الدافع أنه بيرديش البحث مع دولته. في التوجه هو رح يكون بصورة دائمة إلى حسم هذا الجدل، إلى منع الوقوع في جدل قد يسيء إلى لبنان وإلى الجيش اللبناني وإلى المؤسسات الدستورية في لبنان. هذا من جهة. من جهة ثانية صار في توافق طبعا لعدم افساح المجال للدخول في مشاكسات وفي تناقضات لا تخدم القضية اللبنانية. سلام التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل الذي أكد أن المطلوب منا جميعا أن نعود ونتمسك بسيادة هذا البلد. وردا على سؤال عن توقعاته لقرار المجلس الدستوري وما قاله الرئيس بري من أن قانون الضرائب لا علاقة له بقانون سلسلة الرتب والرواتب، قال جميل: ما بدي أتوقع، ما نحن تركين مجلس الدستوري يعمل شغله، ما بدنا نأثر ولا بدنا نعمل مثل غيرنا، ما بنضغط على حدا. نحن بنتأمل أنه نحن مقتنعين باللي عملناه، مقتنعين بصوابية الطعن تبعنا، ناطرين تنشوف شو راح يكون جواب المجلس الدستوري، نتركه يشتغل، نتمنى ما حدا يتدخل كرمال يحاول يعطل المجلس الدستوري، لأنه هيدي مؤسسة أساسية بالبلد وهذا مرجع أساسي لنا كنواب معنا غيره إذا بدنا نطعم بالقوانين. سلام التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجي نسناس. في إطار صفقة الجرود بين حزب الله وتنظيم داعش، أفرج الأخير عن أسير الحزب أحمد معتوق بالتزامن مع وصول قافلة مسلحي التنظيم إلى دير الزور. وقد وصل معتوق إلى بلدته في قضاء النبطية بعد عبوره الحدود السورية اللبنانية فجرا. دعت قيادة الجيش إلى حفل تكريمي للوحدات التي شاركت في عملية فجر الجرود بعد غد السبت في قاعدة رياق الجوية. ويشارك في الحفل قائد الجيش العماد جوزيف عون وأعضاء المجلس العسكري وقادة الأجهزة الأمنية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. برلمان كردستان يرجئ جلسته إلى الغد وتصاعد التوتر بين إربيل وبغداد. بدأت اليوم فعاليات الجولة السادسة من مفاوضات أستانا 6 التي تهدف إلى إحراز تقدم في موضوع إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، وذلك بعد مشاورات تمهيدية بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران. وسط هذه الأجواء أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاقها عددا من صواريخ كاليبرا على مواقع داعش قرب دير الزور.
بعد مشاورات تمهيدية بين الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، بدأت فعاليات الجولة السادسة من مفاوضات أستانا 6 التي تستمر يومين وتهدف إلى إحراز تقدم في موضوع إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا. وبدأت الاجتماعات الثنائية في فندق ريكسوس الذي يستضيف المؤتمر بلقاءات بين الدول الضامنة ومشاركة وفود من أمريكا والأردن والأمم المتحدة، ولأول مرة وفد قطري بصفة مراقب. وبحسب مصادر تم التوافق على 4 وثائق للتوقيع عليها، فيما تبقى وثيقتان قيد البحث التقني، واستمر الخلاف فقط في شأن وثيقة متعلقة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ومن غير المستبعد تأجيل التوقيع عليها إلى الجولة المقبلة من المفاوضات. أما المشاركة في عملية مراقبة منطقة خفض التصعيد في إدلب فتعد من أصعب الملفات المطروحة للنقاش. رئيس كازاخستان نورسلطان نازاربايف أعلن أن بلاده سترسل عسكريها إلى مناطق خفض التوتر في حال اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال مراقبين إلى هناك. كما أبدى الوفد التركي عن رغبة بلاده بالمشاركة في مراقبة منطقة خفض التصعيد في إدلب. وإلى الحدود التركية السورية وصلت قافلة تحمل تعزيزات عسكرية تركية إلى ولاية كليز تتألف من 10 شاحنات بينها محملة بمدافع وآليات مدرعة لنقل الجنود، مرسلة من وحدات عسكرية مختلفة إلى الوحدات على الحدود حيث سيتم نشر التعزيزات في المنطقة. في غضون ذلك حققت قوات سوريا الديمقراطية الكردية تقدما على حساب تنظيم داعش داخل مدينة رقة شمال سوريا، حيث باتت تسيطر على 2/3 مساحة المدينة. في تطورات استفتاء إقليم كردستان، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري يحذر من عواقب وخيمة، ورئيس الإقليم مسعود البرزاني يرد بالقول من يريد أن يجرب إرادة الشعب الكردي فليتفضل. أجرأ برلمان كردستان العراق التصويت على الاستفتاء إلى الجمعة بحسب ما أعلن المتحدث باسم البرلمان، والذي أشار إلى أن الإرجاء يهدف إلى السماح للأعضاء المقيمين خارج أربيل للعودة والمشاركة في التصويت. من جهته رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني وخلال مشاركته في تجمعات مؤيدة لإجراء الاستفتاء أكد أن من يريد أن يجرب إرادة الشعب الكردي فليتفضل، مشيرا إلى أن البرلمان العراقي لن يتمكن من كسر إرادة كردستان. وأضاف أن قرار الاستفتاء هو قرار جميع الأحزاب الكردستانية، وعلى المسؤولين العراقيين أن يسألوا أنفسهم لماذا فشلت جميع محاولات الشراكة معهم. موقف البرزاني أتى للرد على استمرار الحملات من بغداد ضد الاستفتاء. وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري حذر زعماء الإقليم من عواقب الإعلان عن الاستقلال من جانب واحد، مؤكدا أنهم سيجدون تنفيذه أصعب مما يتوقعون. بدوره حذر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري من أن الحرب الأهلية ستكون حتمية إذا استمر التصعيد بشأن إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان، داعيا الجميع إلى العمل على منع الانزلاق نحو ذلك. إلى ذلك طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من البرلمان العراقي التصويت على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم على خلفية تصريحات له عن الاستفتاء. وزارة الخارجية التركية طالبت رئاسة إقليم كردستان بعدم إجراء الاستفتاء بعد رفض مجلس النواب العراقي له. وقالت الخارجية التركية إن إصرار القيادة في إقليم شمال العراق على إجراء الاستفتاء سيكون له ثمن بكل تأكيد. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا موسعا عن محاولة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحد من النفوذ الاقتصادي والمالي لميليشيات الحرس الثوري الذي يعيق مساعي الإصلاح الاقتصادي والاستفادة من رفع العقوبات عن طهران ضمن الاتفاق النووي. ونقلت الصحيفة عن إيرانيين لم تسمهم أو تذكر مناصبهم أن روحاني يسعى لإقناع المرشد الأعلى علي خامنئي صاحب القرار النهائي في إيران بأن فساد الحرس الثوري الاقتصادي يضر بالميليشيات أيضا ودورها، وليس فقط بالاقتصاد الإيراني الذي يزداد غرقا. وحسب الشهادات التي نقلتها الصحيفة لا يرغب روحاني في قص أجنحة الميليشيا التي تضم نحو 120,000 وتعتمدها القيادة الإيرانية كأهم أذرع قوتها في تدخلها في الخارج تحت شعار مكافحة الإرهاب.
يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلوريدا لتفقد ضحايا الإعصار إيرما الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص جدد في دار للمسنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التكييف في المبنى. وسيزور ترامب الساحل الغربي لشبه الجزيرة، المنطقة الأكثر تضررا بالعاصفة والتي أودت بحياة نحو 20 شخصا في فلوريدا. على أبواب الاتحاد الأوروبي بدأت روسيا مناورات عسكرية واسعة مشتركة مع بيلاروسيا وصفتها بأنها محض دفاعية يشارك فيها بحسب موسكو قرابة 13,000 جندي وتستمر أسبوعا على طول الحدود مع ليتوانيا وبولندا. وأكد رئيس الأركان الروسي خلال لقاء نادر مع رئيس اللجنة العسكرية في الحلف الأطلسي أن هذه المناورات خطط لها منذ فترة طويلة وليست موجهة ضد أي بلد محدد. وكان وزير الدفاع البريطاني رأى أن هذه التدريبات أعدت لاستفزاز الاتحاد واختبار قدراته الدفاعية. هددت كوريا الشمالية اليابان بضربات نووية تؤدي إلى إغراقها إذا لم يعد هناك حاجة إلى وجودها، وتحويل الولايات المتحدة إلى رماد وظلام لدعمهما عقوبات مجلس الأمن الأخيرة ضد بيونغ يانغ إثر تجربتها النووية الأخيرة. كما هاجم كوريا الجنوبية واصفا إياها بالخونة، ودعت اللجنة المعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية أيضا إلى تفكيك مجلس الأمن الذي سمته بأنه أداة للشر بتصرف الولايات المتحدة. وفي أول رد فعل على البيان الكوري الشمالي، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن هذا الإعلان استفزازي وشائن إلى أقصى حد ويزيد التوتر في المنطقة. قتل ما لا يقل عن 25 شخصا بحريق في مدرسة دينية في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأفادت إدارة الحرائق والإنقاذ الماليزية بأن الحريق بدأ في غرف النوم بالطابق العلوي في مبنى دار تحفيظ القرآن الكريم المكون من 3 طوابق. وأوضح مسؤولو إدارة الإطفاء أن 2 من المشرفين و 23 طالبا لاقوا حتفهم في الحريق، وتتراوح أعمار طلاب دور التحفيظ عادة بين 5 أعوام و 18 عاما. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. جيب جنين تستضيف معرض أنامل من ورد. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. هيئة الإشراف على الانتخابات والكهرباء يحضران على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. الراعي يدعو لإجراء الانتخابات الفرعية والعامة في مواعيدها. والجولة 6 من أستانا انطلقت، وأنباء عن تفاهمات بضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا. أعلن حراك المتعاقدين سنويين عن إضراب عام يوم الاثنين في 25 من الشهر الجاري في الثانويات والمدارس الرسمية، وذلك احتجاجا على ما سماه تعمد لجنة التربية النيابية عدم إدراج اقتراح تثبيت المتعاقدين على جدول أعمال اللجنة. إدارة حصر التبغ وتمباك الريجي تستضيف اجتماع مؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، والذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في لبنان. والمجتمعون يحذرون من الخطر الذي يهدد وجود قطاع التبغ بفعل صدور قوانين وقرارات دولية تسعى إلى استبعاده من اتفاقيات التجارة والاستثمارات. استضافت إدارة حصر التبغ والتمباك اللبنانية الريجي اجتماع مؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في لبنان. وشارك في الاجتماع مديرو ومسؤولو مؤسسات التبغ الوطنية في كل من هذه الدول. خطر يهدد وجود قطاع التبغ، وذلك بفعل ولادة قوانين وقرارات دولية تسعى إلى استبعاد قطاع التبغ عن اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالي محاصرة إنتاجنا فتحد من زراعة التبغ وصناعة وتجارة التبغ بها في العالم، مما يعني تقليص إيراداتنا وتهميش دور مؤسساتنا الكبير الذي تلعبه في دعم الاقتصادات الوطنية وإنهاء قطاع مرتبط بشريحة اجتماعية واسعة. تشجيع سوق الإتجار الغير مشروع بمنتجات التبغ مما يتسبب أيضا بهدر مالي كبير، ويحرم الدولة من عائدات ضريبية تقدر بملايين الدولارات سنويا،
وللأسف الشديد بلغت نسبة التهريب في لبنان 25%، كانت أكثر بكثير، مما يحرم الخزينة إيرادات بقيمة 250 مليون دولار. ويتوقع أن يصدر عن المجتمعين بيان بعنوان إعلان بيروت 2، يركزون فيه على تعزيز تعاون مؤسساتهم إزاء التحديات التي يواجهها قطاع التبغ، ويؤكدون فيه أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني نظرا إلى الإيرادات الضخمة التي يوفرها لخزينة الدولة. في عكار وقعت عائلتا بني كعب وعياش على وثيقة مصالحة ركزت بمجملها على نبذ الأحقاد واستنكار الجريمة التي أودت بحياة الشاب صهيب علوان وحصر الحق عند القاتل. بمساع حثيث من فعاليات عكرية عقد في قرية الشيخ عياش لقاء عائليا موسعا بين عشيرة بني كعب بسهل عكار وعائلة آل عياش من الفنيدق، وتخلل اللقاء تلاوة ميثاق بين العائلتين تم التأكيد في بنوده عن التضامن وواجب العزاء بالجريمة التي أودت بحياة الشاب صهيب علوان الذي قتل على يد عبد عياش بسبب رفضه تزويج ابنته للشاب علوان وتحميله كامل المسؤولية لمخالفته بنود الوثيقة، مع التأكيد المطلق على حصر الحق عند القاتل فقط. ونطلب من القضاء اللبناني أن ينزل أقسى وأشد أنواع العقوبة بالقاتل، وذلك حتى تتحقق العدالة وتهدأ خواطر أهالي الضحايا، كل الضحايا وفي كل الجرائم، وحتى تكون الدولة والقضاء هما المرجع الوحيد في الاقتصاص من المجرمين. وفي ختام اللقاء وقع الحضور على وثيقة المصالحة مع توجيه الشكر إلى كل من سعى إلى ترطيب الأجواء بين العائلتين. برعاية الرئيس سعد الحريري يفتتح في بلدة جبجنين غدا الجمعة معرض الأشغال اليدوية أنامل من ورود، ويستمر لثلاثة أيام. التقرير لباسل الخطيب. برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تنظم جمعية سوا للتنمية التي تهتم بمواضيع البيئة والأسرة والأمور الثقافية والاجتماعية، ولا سيما دور المرأة العاملة، وبالتعاون مع منسقية تيار المستقبل في البقاع الغربي ورشية معرض الأشغال اليدوية والمنتجات القروية ومواد المونة تحت عنوان أنامل من ورد، وذلك يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام في باحة منسقية تيار المستقبل في جبجنين. ويشارك في المعرض نحو 50 مشاركا من البقاع الغربي ورشية ومن جمعيات عربية، ولا سيما فلسطين، الجزائر، أفريقيا والسنغال. ويهدف المعرض إلى الإضاءة على دور المرأة العاملة من خلال دعم اقتصاديات الأسر في القرى، كذلك الاهتمام بالموضوع البيئي من خلال عملية تدوير النفايات وإعادة استخدامها للمحافظة على البيئة. ويضيء المعرض على منتجات بلدية من مواد مونة وأعمال فنية ورسم ومنحوتات، ويرافق المعرض ألعاب ترفيهية للأطفال، وهو يستمر لغاية ثلاثة أيام. صاد. بورصة مصر تعلن عن جولات ترويجية في الخارج لجذب استثمارات جديدة للسوق. والآن الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم. تواجه الصين مخاطر مالية قد تهز العالم بأسره، وذلك بسبب ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين والدور الكبير الذي تلعبه في التجارة العالمية وارتفاع مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين. تقرير والتفاصيل. توقعت مصادر مصرفية أن تواجه الصين مخاطر مالية غير وشيكة، مشيرة إلى أن وجود أزمة مالية في الصين قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد حول العالم. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة QNB الصادر بداية أيلول سبتمبر إن مسح مخاطر الاستقرار المالي الذي نفذته المجموعة في مناطق منها الولايات المتحدة وأوروبا والصين توصلت نتائجه إلى خلاصة مفادها أنه على الرغم من عدم وجود أي أزمة وشيكة، إلا أن الصين لا تزال تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي في العالم. وأرجع التحليل تلك الخلاصة إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها ارتفاع حجم التحدي الذي تواجهه الصين، وثانيها أن الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة العالمية يعني أن الأزمة قد تنتشر في الاقتصاد العالمي بشكل سريع. أما ثالث تلك الأسباب فيكمن في أن مستويات الالتزام بالضوابط المالية لما بعد الأزمة المالية العالمية هي أعلى في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالصين.
ولفت تحليل البنك إلى أن مشكلة الصين تكمن في أعباء ديونها الضخمة، فالديون الصينية تفوق 250% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة على الجزء الأكبر من هذه الديون. ويكمن جوهر المشكلة هناك في أن النمو ظل مدفوعا بالتوسع السريع في الائتمان الممنوح للشركات المملوكة للدولة في قطاعات مستهدفة كالعقارات والصناعات، لكن هذه القطاعات تعاني حاليا من مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، وبالتالي تواجه السلطات تحدي الحل التدريجي لمشكلة القروض المتعثرة الكبيرة دون التسبب في انهيار النمو. ولفت التحليل إلى أن القلق في الولايات المتحدة حيال الاستقرار المالي يتمثل في ارتفاع أسعار الأسهم الذي يشكل عبئا على أسس الاقتصاد وتراكم ديون الشركات، حيث ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية على نحو كبير منذ الانتخابات مدفوعة بمقترحات الرئيس ترامب بشأن التحفيز المالي. أما التحدي القائم في أوروبا بحسب التحليل فيتمثل في مشاكل بنوك تلك القارة، إذ يوجد هناك تمركز كبير للبنوك الأوروبية وإرث طويل في القروض المتعثرة خاصة في البرتغال وإيطاليا وإيرلندا واليونان. ومن الصين إلى مصر، حيث تطلق بورصة مصر حزمة جديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وتعلن أنها ستقوم بعدة جولات ترويجية في الخارج لجذب استثمارات جديدة للسوق. أعلن رئيس بورصة مصر أن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول خلال 6 أشهر بجانب قيد شركات كبيرة في البورصة. وقال محمد فريد رئيس البورصة في مقابلة مع رويترز أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام، وليس البيع على المكشوف غير المغطى، بجانب السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليل زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50%. وقالت بورصة مصر في بيان إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قرار مجلس إدارة البورصة بتقليص زمن الإيقاف المؤقت على الأسهم، وأعطت مرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى 15 دقيقة والأقصى 30 دقيقة وفقا لظروف السوق. وتستهدف بورصة مصر تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام 2017. وتساعد آلية بيع الأوراق المالية المقترضة في زيادة معدلات السيولة بالأسواق وإتاحة خيار التوقعات، وتطبق تلك الآلية في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية. ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر ودومتي وأوراسكوم كونستراكشن وأمم جروب ورايا لخدمات مراكز الاتصالات. ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب الأكواد التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500,000 مستثمر، لكن عدد المستثمرين الناشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80,000 و100,000 مستثمر فقط. هذا كل شيء في الاقتصاد، شكرا للمتابعة. بعد الفاصل في الرياضة، انتصار ريال مدريد وتعثر ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وهلأ صفحة رياضية مع عباس حسن. مساء الخير. ينطلق بعد قليل الدور نصف النهائي لبطولة حسام الدين رفيق الحريري الدولية 27 في كرة السلة، وتتابع المباريات مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل ابتداء من الساعة 5:30 و8:30. وكان امبارح فريق الهومنت من وبيروت قد أكملوا عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي. أكمل الهومنت من اللبناني حامل اللقب ومنافسه المحلي بيروت عقد المتأهلين إلى قبل نهائي بطولة حسام الدين الحريري لكرة السلة بعد فوز على آيك لارناكا القبرصي والمجمع البترولي الجزائري امبارح الأربعاء. وراح يلعب الهومنت من في الدور قبل النهائي اليوم الخميس ضد شركاسي الأوكراني، بينما يلتقي بيروت الرياضي بطل لبنان والذي تصدر المجموعة الأولى. وحقق الهومنت من انتصاره الثالث على التوالي بفوزه 71-65 على آيك لارناكا الذي مني بخسارته الثانية. وتألق الأمريكي والتر هودج وقاد الهومنت من الفوز بتسجيله 19 نقطة، بينما أضاف مواطنه مايك فيرزر 14 نقطة. وفاز بيروت 96-83 على المجمع البترولي اللي خسر للمرة الثالثة على التوالي، وسجل باسل بوجي 22 نقطة لصالح بيروت. وتصدر الهومنت من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وأجى بيروت في المركز الثاني ب5 نقاط، واحتل آيك لارناكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط يلي المجمع البترولي ب3 نقاط.
أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بأداء كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بعد الثنائية التي سجلها في مرمى أبويل نيكوسيا القبرصي في فوز الملكي 3-0 في مستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا. صحيفة أس عنوانت قانون كريستيانو ونشرت صورة لاحتفال النجم البرتغالي بالثنائية اللي سجلهم في المباراة اللي أقيمت مساء الأربعاء، وأشارت البرتغالي يسجل ثنائية ترفع رصيده إلى 107 أهداف في دوري الأبطال، قبل أن تضيف في عنوان جانبي آخر راموس سجل الهدف الثالث بضربة مقصية خلفية. أما صحيفة ماركا فعنونت هداف التسديدات بعيدة المدى، مشيرة إلى أن كريستيانو بهدفين يعيد الريال إلى طريق الانتصارات قبل ما تبرز الهدف الذي سجله راموس بمقصية خلفية. وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو في ذيل صفحتها الأولى ثنائية كريستيانو في ظهوره الأول بعد الإيقاف. أما صحيفة سبورت فاكتفت بالقول كريستيانو يعود للملاعب بثنائية في ذيل صفحتها الأولى، فيما كتبت صحيفة البايبس ريال مدريد يكفيه رونالدو أمام أبويل، بينما أشارت الموندو كريستيانو يسجل الأهداف لريال مدريد وفي انتظار تحسن الأداء. يرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بأنه فريقه يستحق أكثر من التعادل أمام إشبيلية الإسباني في مستهل مشوار بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وكانت فريق سيفيليا كان هو المتقدم قبل أن يسجل محمد صلاح هدف تعادل ويضيف هدف تاني فريق ليفربول قبل ما يتعادل بدقيقة 73. وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: لقد كانت مباراة رائعة حتى الدقيقة 85-86، كنا نلعب بأداء جيد أمام فريق يلعب مثلنا. نجح المنتخب الألماني أن يزيح المنتخب البرازيلي عن صدارة تصنيف الفيفا للمنتخبات في الوقت الذي احتل المنتخب المصري فيه المركز الأول عربيا. حافظ المنتخب المصري على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس رغم تراجع 5 مراكز عن الشهر الماضي، واحتل المنتخب المصري المركز 30 في جدول التصنيف العالمي بعد ما حصل على 815 نقطة ليتفوق عربيا وإفريقيا، فيما أجد تونس في المركز 31 عالميا والثاني عربيا وإفريقيا ب 810 نقاط. وأزاح المنتخب الألماني اللي عنده 1606 نقاط نظيره البرازيلي ب 1590 نقطة، فيما قفزت البرازيل 3 مراكز لتحتل المركز الثالث برصيد 1386. وإجا المنتخب الأرجنتيني في المركز الرابع برصيد 1325 ثم بلجيكا برصيد 1265. ومن بين المنتخبات اللي حققت أكبر ارتقاء هذا الشهر برز فريق الرأس الأخضر الذي صعد 47 مركز ليحتل المركز 67، ومنتخب لوكسمبورغ الذي صعد 35 مركز ليصير في المركز 101. وعلى مستوى المنتخبات العربية تأتي تونس في المركز الثاني خلف مصر إذا احتل المركز 31 في التصنيف العالمي، تليها السعودية ب 53 عالميا ثم المغرب 56 عالميا. وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية إجا منتخب مصر في الصدارة ثم تونس فالسنغال ثم الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا تلي اليابان ثم أستراليا وكوريا الجنوبية ثم السعودية في المركز الخامس برصيد 641 نقطة. المنتخب المكسيكي تصدر تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف تلي كوستاريكا ثم أمريكا وهايتي وبنما. أشادت كل من آن هيدالجو عمدة بريز ونظيرة إريك غارسيتي عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أشادوا بعالمية مدينتيهما بعد ما تم اختيار امبارح الأربعاء رسميا لاستضافة أولمبياد 2024 و2028. أشادت كل من آن هيدالجو عمدة بريز ونظيرة أريك جارسيتي عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعالمية مدن بعد ما تم اختيار يوم الأربعاء رسميا لاستضافة أولمبياد 2024 و2028. وقال جارسيتي بالإسبانية في لقاء مع صحفيين من أمريكا الجنوبية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بالعاصمة البيروفية ليما: لوس أنجلوس مدينة للجميع، هناك يوجد الكثير من المكسيكيين وأعداد كبيرة من مواطني أمريكا اللاتينية وجميعهم مرحب بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وأعرب عمدة لوس أنجلوس عن رضا الكبير عن إقامة الاجتماع الخاص بالتصديق على منح مدينته شرف استضافة الأولمبياد في ليما، المدينة التي أثارت إعجابه كثيرا، وأكد بأنه سيعود لقضاء عطلته فيها مع العائلة. وعلى الجانب الآخر أشادت عمدة بريز آن هيدالجو بالعالمية العاصمة الفرنسية وقالت: رأيتم البعثة، أنا أنحدر من إسبانيا ولدينا أشخاص من أفريقيا ومن كل مكان. وأضافت: أهدي هذا الانتصار لبريز وأيضا للوس أنجلوس وإلى الحراك الأولمبي. هذا كل شيء بالرياضة لحد هلا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وقبل الختام نشير إلى انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقد تم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية. أما فيما يتعلق بملف الكهرباء فقد أحيل مجددا إلى
إدارة المناقصات وتقرر عقد جلسة ثانية يوم الاثنين المقبل لاستكمال البحث بجدول الأعمال. والآن يبقى تذكير بالعناوين. هيئة الإشراف على الانتخابات والكهرباء يحضران على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال. لا الاختباء وراء ذرائع واهية حتى من دون أي مجهود لمعالجتها أو إلغائها. الراعي يدعو لإجراء الانتخابات الفرعية والعامة في مواعيدها. الجولة السادسة من أستانا انطلقت وأنباء عن تفاهمات بضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد في سوريا. وفي الاقتصاد، مخاطر تواجه الصين قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وفي الرياضة، الهومنت من وبيروت يكملان عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من دورة حسام الدين الحريري الدولية. نهاية النشرة، إلى اللقاء. الشيخ سعد الحريري الذي قدم كامل الدعم